ايه الفرق ما بين كولر ومانويل جوزيه؟ انت كنت موجود مع مانويل جوزيه بالتحديد، اه مش موجود مع كولر، بس باين لك اسلوبه في اداره الفرقه، في الاداره الفنيه بالنسبه للنادي الاهلي. هل في فرق من وجهه نظرك، ولا تشوف ان ممكن تتكرر تجربه مانويل جوزيه مع كولر بالتحديد؟ وارد انها تتكرر مش مع كولر، مع اي مدير فني عنده المواصفات دي، مع اي لان مدير مع فني، اي مدير بس خلي فني بالك جمهور الاهلي دايما عنده مانويل جوزيه ده في حته لوحده، يعني ده واحد حقق كل البطولات بانجازات عظيمه، بجيل ذهبي، بكل حاجه، بشخصيه كمان كانت مميزه عند جوزيه. ما هو ده اللي انا عايز اتكلم فيه، ان انت مع احترامي للجيل الحالي مش نفس كواليتي اللعيبه اللي لما احنا كنا موجودين. انت عندك 25 نجم داخل الفرقه صح، واسماء كبيره جدا، انت بتشوف لما يبقى الثلاثة واربعة في مركز واحد دي بتسبب ازمة ومشكلة للمدير الفني، لكن مع مستر مانويل ما كانتش بتحصل كده خالص. زائد ان قوة الشخصية صعب، في هنا معادلة صعبة جدا ان انت تبقى مع مدرب قوي الشخصية وتحبه، في مدرب تاني قوي الشخصية وتكرهه ما صح تحبوش من صح طريقة تعامله. لكن لما بيوصل لك ان انا ممكن اعتمد عليك في اي وقت، وفي مباراة كبيرة في مباراة صغيرة، لا مش زي ما الناس بتقول مثلا احمد عادل بيترمي في النار او مثلا احمد صديق بيترمي، لا هو مهيئ كل انت كان عندك في كل مركز ثلاثة واربعة ايوه يلعبوا، حاطط استراتيجية للعب. ده اللي حاطه مستر كولر حاليا مع مستر مانويل، كان حاطط استراتيجية للعب، اي حد بيتغير، نزل امير نزل سين صاد، هتلاقي نفس طريقة اللعب هي هي ما بتتغيرش، نفس التكتيك هو هو، نفس تنفيذ التعليمات هو هو. زائد ان كواليتي اللعيبه زي ما قلت لك مساعد مستر كولر او مساعد مستر مانويل، لكن ان انت تقدر تسيطر على اوضه اللبس ده دي أصعب محتاجه حاجة. اه طبعا ان انت تسيطر على اوضه لبس فيها النجوم دي طبعا كلها. زي ما قلت لك مع احترامي للجيل الحالي، لكن مع اوضه لبس اللي كنا فيها مع مستر مانويل صعب جدا تقدر تركز عليها لانها فيها مشاكل كتير كان في ولاعيبه مشاكل؟ خالص. ما كانش في مشاكل أيامكم؟ ده احتراما للمدير الفني، احتراما للنادي الاهلي، احتراما لاسم النادي الاهلي، احتراما لاوضه لبس النادي الاهلي، لان المصلحه العامه بتغلب على يعني المشاعر. كانش في لعبة بتزعل لما بتلعبش؟ تزعل لكن ما تعملش مشكله تزعل بس، طبعا، لكن تعدى حدود وتزعل ما الزعل، تقلبش وشك، خلي حتى بالك قلبة الوش مش قلبة مقبول. الوش في الاوضه وحشه يعني مش كويسه، لان انا بقول لك مقاومات اوضه اللبس، مقاومات البطوله داخل اوضه لبس النادي الاهلي مع احترامي لاي فرقه في مصر، انا لعبت في حوالي 8 او 9 انديه، لا اوضه لبس النادي الاهلي مختلفه. اوضه لبس النادي الهدف الاسمى والهدف الاعم او الهدف العام هو مصلحه النادي الاهلي. ممكن انا ازعل ان انا، لكن ما اقلبش وشي على مثلا لان انا هيجي لي دور هلعب، انا مش حابب اللي مكاني يقلب وشي، هنا هي صح. حلقه كلها. فانا دلوقتي اتحطيت في التشكيل والراجل كان بيعمل روتيشن دايما، يعني الراجل جوزيه. على دايما، يعني كنت انا موجود انا واسلام الشاطر واحمد صديق واحمد فتحي وساعات كان الراجل يقعدنا ببركات. ف صح. يعني اللي هو يعني كان ازاي اشمعنى بركات بيلعب؟ ان هو على يعني طول كنت في انت وكابتن تغيير، احمد فتحي ومين تاني؟ وكابتن اسلام الشاطر واحمد صديق يعني اربعه اربعه وبيلعب بركات اللي هو اصلا يعتبر جناح مثلا. بيلعب جناح، هو بركات على طول لعب جناح، لكن هو كان عنده فكر معين ان هو بعد هو عايز يهاجم من الحته دي، فبيدي اريحيه لبركات ان هو يزيد، فبيدي مهام لشوقي ان هو يميل، يمدي مهام لشادي محمد طب يميل. وده ما كانش بيصدر لكم احباط كناس في نفس المركز واربعه؟ ما انا قلت لك مش ما حدش هيقلب وشه، بس تتضايق. انا بتضايق طبعا ان انا ما بلعبش، لكن ما بوصلش لحد ان انا متضايق فعايز الفرقه تخسر، لا انا فاهم. متضايق ان انا ما لعبتش الهم الاهم المصلحه العامه للفرقه. لان المصلحه بتعم على الكل، لان انا هيجي لي دور هلعب، وده اساس نجاح فمحتاج. الاهلي على فكره في ده الحاجات دي. نجاح الاهلي دايما، ان الاحتياطي بيحب الخير للي بيلعب، والاحتياطي ما بيقلش امكانيات فنيه وبدنيه عن اللي بيلعب او اللي تمام. بادئ، لكن المستوى الفني متقارب جدا. عشان كده مش اي حد بيبقى داخل نادي الاهلي، او مش اي كواليتي اللعيب بيبقى صح. داخل نادي الاهلي، او اللي ما بيطولش داخل نادي الاهلي اللي ما بيقدرش يتعايش مع الاجواء دي، لان النادي الاهلي هو مش هيقف على حد. النادي الاهلي مظبوط. دايما انا بتكلم النادي الاهلي شبه القطر، اللي هو ماشي اللي عايز ينزل ينزل، اللي ايوه عايز يخالف يخالف، انا كده كده ماشي. مكمل. ده ينطبق مع اي مجلس اداره بيبقى موجود، اي رئيس نادي بيبقى موجود، نفس السياسه ونفس السيستم هو ماشي عليه، محدش بيجي يغير. محدش بيجي يغير او احط التاتش بتاعه احط الروتيشن بتاعه. فهو ده السياسه اللي بيمشي بيها مجلس اداره النادي الاهلي، بتنطبق طبعا على اوضه لبس النادي الاهلي، على كواليتي اللعيبه اللي بتبقى موجوده، على المدير الفني لما بيشوف مسانده جماهيريه بشكل أكيد. مرعب للنادي الاهلي،
لا دي منظومة كبيرة، وفي الآخر هتلاقي بطولة أمين، يعني اكيد في الآخر كل اللي اتكلمنا فيه ده أكيد هتلاقي بطولة. لازم اعتبر النتيجة ايجابية.